الأصايل. نتابع معكم هذا الانطلاق، نتابع التحدي والإثارة. والمركز الأول هملول للمنطلق من الجانب الآخر، مطر بن محمد بن سالم برويس لقتبي من يأتينا على صدارة. وعلى المركز الأول شاهين السالم بسلطان بن رشيد السويدي، على المركز الثاني وسلهود في المركز الثالث، ويتسلل إلى المركز الثاني في هذا الانطلاق لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. بينما المركز الرابع ويأتينا هنا الرسمي حميد بن راشد راشد برويس لقتبي المنطلق بهذا الأداء المميز على المركز الرابع. وفي المركز الخامس انصيبان أحمد بن يمعى بن شرارة لقتبي من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، الوصول من نجران يحيى بن علي بن جابر أبو ساق الليامي المنطلق بهذه اللحظات بهذه التحديات الجميلة. الفارس علي بن حميد بن سيب بن بدر العليلي المنطلق سابعا. وفي المركز الثامن مبلش محمد بن عبد الله بالحب العامري مع مبلش. أما شاهين محمد بن سعيد بن عيضة السلمي من ينطلق على المركز التاسع. وفي المركز العاشر وصل ملبي خليفة بن علي بن بخيت لمسافري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشرة الأولى المنطلقة والمتحدية وشعارات خلف المراكز العشرة الأولى المنطلقة بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة. نعود مشاهدينا الكرام، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز الجميل. وهنا الصدارة والمقدمة هملول مطر بن محمد بن سالم برويس لقتبي من ينطلق على المركز الأول. بينما المركز الثاني، المركز الثاني سلهود لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان السويدي. ووصل هنا، وصل الضيف القادم من نجران في هذه اللحظة، واسمه نجران يحيى بن علي بن جابر أبو ساق الليامي من ينطلق في هذه اللحظات في التحديات والإثارة. هنا ملبي خليفة بن علي بن بخيت المسافري رابعا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين سالم بن سلطان بن رشيد السويدي. ويأتي الرسمي حميد بن راشد برويس لقتبي. ووصل من الجانب الآخر مكرم أحمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي من يصل بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي مشاهدينا الكروم. وهناك من الجانب الآخر جايين محمد بن سعيد بن عويضة السلمي المنطلق بهذه اللحظات ثامنا. بينما المركز التاسع، المركز التاسع هنا المنطلق بهذه اللحظات جمر 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 يأتينا علي بن مهير بن بليشة لقتبي. وعلى المركز العاشر مبلش لمحمد بن عبد الله بالحبة العامري من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود إلى نجران على صدارة، نجران على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة يحيى. هنا أيضا بن علي بن جابر بن حسين بوساق اليام القادم من نجران، وفي رصيده سيارتين. هذا القعود أيضا سجلة حافل بالإنجازات تشاهدونه على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط.
المركز الثاني، المركز الثاني هنا وصل في هذه اللحظات الجمر، وصل جمر هنا علي بن مهير بن بليجة لجتبي ولقادم في هذه اللحظات هنا هملول مطر بن محمد بن سالم برويس لجتبي وقادم في هذه اللحظات مكرم، مكرم أحمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي من يأتينا أبو مكرم على المركز الرابع. وفي المركز الخامس شاهين محمد بن سعيد بن عويضة السلمي القادم في هذه اللحظات هنا على المركز الخامس وسادس المراكز، المركز السادس ملبي لمحمد بن صقر بالعكوي السلمي المنطلق في هذه اللحظات بهذا الأداء المميز الجميل. وصل هنا الفارس أحمد بن محمد بن كراز المهيري وموفق، موفق القادم أيضا أحمد بن محمد بن روية لخيلي من يأتينا بموفق في هذه الانطلاقة الجميلة. ومن الجانب الآخر مبلش لمحمد بن عبد الله بالحب العمري والرسمي، الرسمي قادم هنا عاشرا لحميد بن راشد برويس لقتبي، ولكن بعود إلى صدارة، بعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ونجران، نجران المسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. نجران من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول. نجران، نجران هنا يحيى بن علي بوساق الليامي، ولكن جمرون، جمرون يتسلل، جمران، جمران، جمران ينطلق على الصدارة على المقدمة. علي بن مهير بن بليشة من ينطلق في هذه اللحظات المركز الثاني، المركز الثاني. ويأتينا هنا الحق في هذه اللحظات ملبي محمد بن صقر بالعكوي السلمي من يأتينا على المركز الثاني. والتحديات، التحديات جميلة. السلام هنا جمر وملبي، جمر وملبي، ملبي ينطلق على الصدارة، ينطلق على المقدمة. لبى، لبى هنا النداء على الصدارة، لبى الفوز والناموس، ملبي، ملبي، ملبي. سلام للهير، سلام، سلام للهير، سلام على هذا الأداء المميز الجميل لمحمد بن صقر بالعكوي السلمي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا. المركز الثاني جمر، وصل علي بن مهير بن بليش الاكتبي. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام والقادم مكرم هنا لأحمد بن سالم بن حمد بن دري، وهناك يأتينا مبلش لمحمد بن عبد الله بن حب العامري، وموفق لأحمد بن محمد بن روية الخيري من يأتينا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول. هنا التوقيت الزمني 9:17، 7 من الأجزاء من الثانية، توقيت ملبي. تهانينا لمحمد بن صقر بن عكوي السلمي، والسلام لأهالي الهير على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني وكان من نصيب مشاهدينا الكرام جمر من أتانا ب9:20، 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا العلي بن مهير بن بليشة لقتبي. بينما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا كرام ولحظة وصوله إلى خط النهاية هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل وتوقيته الزمني هنا مكرم 9:27، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لأحمد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي، تهانينا والناموس للجميع.